أهلا بكم متابعينا الأعزاء في فيديو جديد عن المسلسل الأسطوري لعبة الحظ. في هذا الفيديو سوف نعرض لكم خبر حزين جدا لكل عشاق المسلسل، وستشاهدون أيضا ملخص أحداث الحلقة القادمة التي تحمل في طياتها الكثير من المفاجآت. فابقوا معنا ولا تنسوا أن تدعمونا عن طريق زر اللايك والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد عن الدراما التركية. الخبر المحزن لمسلسل لعبة الحظ هو أن الحلقة الرابعة عشر حققت نسبة مشاهدات منخفضة، مما أدى إلى تفكير شركة الإنتاج في إيقاف المسلسل لعدم حصولهم على المردود المتوقع. وكانت الحلقة قد حصلت على 2.32% مما أحبط شركة الإنتاج كثيرا وأدى إلى تفكيرهم في إيقاف المسلسل. ولكن القناة الرسمية للمسلسل كانال داي متمسكة بعرض المسلسل وتكملته للمشاهدين، ولم نحصل على خبر رسمي حتى الآن بشأن مستقبل المسلسل الذي يدور حوله الغموض في عرضه أم منعه. وسنوافيكم بجميع المستجدات فور حصولنا على أي معلومات لنطمئن بها عشاق المسلسل الأسطوري. أما عن أحداث الحلقة القادمة، سوف تكتشف نرجس بطاقة الهوية الخاصة بإيدا، وستعرف أنها متزوجة من روزيغار، وستحاول بكل الطرق الممكنة والغير ممكنة إخبار بورا بما حدث وتخبرها بكذبة إيدا عليه طوال هذه المدة. وعلى الجانب الآخر، سيحاول روزيغار التقرب من خالات إيدا عن طريق العشاء سويا في بيته، وسوف تحدث مفاجأة كبيرة في هذا اللقاء حسب ما قالته شركة الإنتاج المنفذة للمسلسل. لذلك شاركونا توقعاتكم لما سيحدث في خانة التعليقات أسفل الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد عن عالم الدراما التركية.